اخوان شنو رايكم باتفاقيتنا ويا الصين؟ انا برايي احسن اتفاق، نعطيهم نفط ويعمروننا العراق. انا اقول اذا وافقنا على هالاتفاقيه معناها بعنا العراق للصين. لازم نشوف بنود هاي الاتفاقيه بعيوننا. شلون يعني؟ ايش نروح على عادل عبد المهدي؟ عزيز احنا مواطنين وجايين نريد نشوف بنود الاتفاقيه ويا الصين، واعتقد هالشيء من حقنا. حبيبي انا قدمت استقالتي، روحوا طلبوا نسخه من رئيسكم الجديد. حضرنا فيشكم، وانت كابتن حضر الطياره وباكر من الصبح نطلع للصين. Are you the president of China? تعالوا تفضلوا جوا، لعد هاكم اقروا هاي النسخة الموجودة يمي. اخوان لازم نرجع ونلقي وسيلة حتى نخلي الحكومة تعلن عن بنود هالاتفاقية، لازم الشعب كله يطلع عليها وهالاختصاص يشرح لهم تفاصيلها والشعب هو يقرر. على كل خلنا نرجع للعراق ونشوف. بس زعور وينه؟ لوسي لكايشو الجعبور. ولك كنت الكلب والله لا ينطيك. والله أنا لقيت هاي العظمة يا بالأول، هي الكلبة جت تريد تأخذها مني. إيه وسويت لها؟ ما سويت لها شيء، بس طقيتها بشلاق حيدري. شنو؟ أسا وين ودت لوسي؟ احكي. إيه يا فوق. عزيز احسبها عليه، ترى الولد مو قصده. امتعب وجهي من التنجان كتان، ترى هذا طاحبنا خبل وما عني عتم. اولا اسمي مو جاكي شان، ثانيا رجاء طلعوا من بيتي هسه وما اريد اشوف وجوهكم بعد. يلا اخوان وش نطلع. يلا ابو حبشكه اشير لك على تاكسي خلي رجعنا للمطار. والدعوه هالقد متعجلين ليش؟ عندك شي بعد هنا؟ جايين كل هذا الدرب وتريدون ترجعونا بتاعتها؟ خلوا تويا نطلع نفتار. والله هم صحيح، وين تريدنا نفتار؟ هو احنا ايش ندل بالصين؟ اللي يسال ماتي. لا تخافون انا ندل وراح اخذكم مين ما تريدون، بل خلي بالاول نحقق امنيه الدعبور خطيه. يا امنيه نعد مو كنت اتمنى اكل تلب، انا راح اعقدكم المكان ياكلون بيه تلاب وعقاريق وطباع كل ما انتهت الانفض. هاي بس نفسك الخايسه تشتهي هالشغلات، بعدين انت من شكد قمت تهتم الزعبور؟ انت دمتو وانت اللاق لا تظن تنور. ترى والله حيره، هسه هذا السايق هو الرئيس لو هو نفس السايق الجابنا من المطار. ابو حمود تبيك وين ما تشوف واحد عينه ضيقه عبالك هو الرئيس؟ هذا اطلع غير واحد. والله العظيم نفس البكم. لا حبيبي اكتب علباته حتى راح تلقى باركود، اقرا بالجهاد وحتى راح تطلع لك كل معلوماته. شلون حكي هذا؟ اذا ما تطدق تويا ند اليخت وتوف. اخوان كافي تفاهة، خلوا نشوف ايش قد بعد ونوصل. ايه هو هذا التوق اللي قلت لكم عليه. دعبور افتح احدامك، حد تنونك، التلاب بانتظارك. لك ذولا نسوي مجزرة هنا، ما نخلين حيوان إذا ما ذبحينه وشاوينه. أربع مرات أنا متغدى هنا، مرة سلحفات، مرة ذيب، مرة قرش، ومرة تشري مال قراص اللي شو اسمه. خاب كافي كافي، إيش قد تكذب؟ أكو واحد هنا أكله حيل طيب، وهو يعرف عربي هم، يمشي نروح له، اسمه مستر بينك. لك والله إذا طلع كذب، إلا هفك بكله خلي البينك مالتك يقرأ ألف. شلونك مستر بينك؟ يا مرحبا. ايش طابخ اليوم؟ كل شيء موجود. شو تريدون؟ الزعبور شو تريد؟ خوزي مال شلاب على تمن. ننزل له نفر جرو على تمن. من هاي العتين؟ بنت ابو ديدان. شو تريد؟ تعال انتو. تتذكر بنت المرة من تنادلت لك عن عقد تالفة المولدة؟ وقلت لك تبقى مطلوب لي بمعروف وانت رضيت. ايه حتى انت وقته. ايه وش تريدنا نسوي لك يعني؟ هاك هذا البخاخ اريدك ترش منه على دنيك الخفافيش هناك. وشنو هذا البخاخ وليش ما انت ترشه؟ انا هم ما عرفت ان هو، بس اداني امر لازم اكلف واحد غيري يرده. وليش ما انت ترشه؟ يا اخي انا رجال معروف في مكانتي وانت واحد نكره، وحتى اذا شافوك ما راح يشكون بيك. يعني اللي تريدني ايش اقول لك؟ لا لو يجي جدك ما راح اسويها. دروح.
هشا بعد ما شفنا الاتفاقية وافترينا بالأشواق وجعبول حقق أمنيته ما ضل عندنا شي بعد، فنصعد بالطيارة ونرجع لهن. شباب قبل لا تصعدون امشوا ويانا، لازم نفحصكم. شنو ليش تفحصونا؟ انتو خلال زيارتكم اكيد طلعت للسوق وطبيتوا بأماكن مزدحمة. ها؟ لا بلي رحنا لسوق الغازل مالتكم وانا اكلت شرب هناك. اها يعني كنتوا مركز انتشار المرض، يعني لازم نسوي لكم حجر صحي. يا مرض يا حجر صحي. اكو مرض فيروسي خطير منتشر ورصدنا 20 حالة واثنين منهم ماتوا لحد الان. انت بترعن. يلا امشوا ويانا. ولكم والله زحمة، نزعونا ملابسنا ولبسونا حفاظات. صدق كذب؟ لك طرمة تنهى دلقتم تنهى العضلات. قاتم دفة انت بعد اطبق على طمحة، عندنا بطل جديد. تصنف علي على اساس جسمك شونه، وما تعرف اني كنت بطل اسيا بناء الاجسام قبل ما تصير بي شمرة خلتني ابطل من الحديد. شباب هاي حفاظات جديدة، القديمات من توسخوهن جمعوهن يمكم وانا اجي اخذن. خوش والله هاي اكبر اهانة لشواربنا. مرة اللخ إذا جانا هذا إلا قومت في العلي حتى هو يتمرض. هن اللي وادم ترى هو دا يساعدنا. ليش هيك ليش؟ هيك خباته. أخوان من جينا نصرين كل شي ما تشانكو. شو سرعة هيك انتشار المرض؟ أعتقد الموضوع بينا. هي غير هذا صاحبنا السرسر انشرى. من هو؟ الكابتن هناك بالسوق رشفت مادة ما أدري شنو هي على خفافيش ونشر المرض. شو الكابتن؟ والله ما أعرف أنت كنا عايطين وإحنا هم ننعدي. شو رشت ومن انطاك إياه؟ مادة موجودة ببخاخ كلفونا رجع على خفافيش وقالوا حتى نطين ما تنعب بدينها بعد. وين البخاخ؟ هذا هو ضامة بحفاتي. إخوان اعتقد هذا هو الفيروس بنص البخاخ اللي يعدي الخفافيش بس منك يصير بيه طفرة او تعديل ويقوم يعدي البشر. هم هسه لازم ادرس طبيعته قبل وبعد ما يعدي الانسان. يا جماعة وفروا لي عدد من الاجهزة وراح اكتشف مضاد للفيروس. طيب تعش انتين يبني اظني وصلت لرأس الخيط، بس جهزوا الاجهزة هنا وما عليكم. اها هذا هو شعبور، غمض عينك يلا روح اتفل على هذا الرشاج وجيبه. هسه تمام يا شعبور، خلي اسحب دم منك. يا جماعة هاكو هذا مضاد الفيروس صنع من عنده شقد ما تريدون. هذا شنو زعبور فدنا؟ مو نطلع العلاج من دمه؟ حبيبي جوز ما تعرفون، بس زعبور انا معدل عليه جينيا وجسمه مقاوم لكل الامراض، هو بمثابة مصنع او مختبر متنقل وياي. اخوان اعذروني لان طردتكم من بيتي، هسه ما اعرف شلون اشكركم. اتمنى تقبلون هاي الهدية المتواضعة 5 مليون دولار واعتبروها هدية من الشعب الصيني. عجيب احنا ما نقدر نقبل الهدية، بس اذا انت مصير فافضل تنطيها لزعبور لان هو مضحي بنفسه على مود الانسانية. اهو هم زعبور هاك والله هاك. يلا زعبور اشكره. اشكرك عمو وسلمي على الوسي. سيدي كان ما خليتهم يروحون. ليش؟ وبعد ما راجعنا كاميرات المراقبة بالسوق طلع صاحبهم هو اللي ناشر الفيروس. طقوا طيارتهم بصاروخ العن والدهم.